السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. الفيديو ده تكملة الفيديو السابق وهنتكلم فيه عن استكشاف وإصلاح الأخطاء الخاصة بـ Recovery Environment. بعد ما تم إصلاح أخطاء Boot Configuration Data في الفيديو السابق، تقدر توصل للفيديو من العلامة فوق الفيديو أو من القناة. هتأكد إن Recovery Environment استرداد الويندوز سليم. بدوس على Shift في الكيبورد وبضغط على Restart. هيظهر لي الواجهة دي، ودي تعتبر جزء من الويندوز، وبلاحظ إن أدوات الاسترداد زي ستارت أب ريبير وسي إم دي مش موجودة، بالتالي بستكمل بدء تشغيل الويندوز تاني وببدأ كوماند برومبت أز أدمنستريتور، وبكتب الأمر ده عشان أشوف معلومات عن الريكفري إيمج، وهنا مكتوب إن ويندوز ريكفري ديسيبلد، بالتالي بحاول أعمل له إنيبل بكتب الأمر ده. إذا ظهر لك Operation Successful، ادخل على Recovery Environment واختبر وجود الأدوات زي Start Up Repair و CMD. لو ظهر لك الخطأ Enable to Update Boot Configuration Data، اكتب الأول الأمر ده عشان تنشئ ملفات البوت من أول وجديد، وبعدها اكتب الأمر ده وانسخ الـ Identifier لـ Windows Boot Loader اللي مكتوب عليه Windows 10 في الـ Description، وبعدها اكتب الأمر ده بتبديل الايدنتيفاير باللي انت نسخته. هيظهر لك Operation Successful، وبعدها بكتب الأمر ده عشان أتأكد. لو لقيت Windows Recovery Enabled، تقدر تبدأ تشغيل الجهاز على Recovery وتختبر وجود الأدوات. لو مكتوب Disabled بعد ما كتب Operation Successful في أمر Enable، اعمل Restart للجهاز وشوف تاني. لو لقيته disabled أو لو ظهر لك خطأ في أمر enable أو بعد ما دخلت على recovery environment لقيت الأدوات مش موجودة برضو، هيكون ده بسبب تلف في recovery image أو ملف XML، بالتالي كمل باقي الخطوات. بتأكد الأول من مكان ملف winre.wim، وبيكون في واحد أو أكتر من المسارات دي: C Windows System 32 Recovery أو C Recovery Windows RE أو داخل بارتيشن الريكفري، وممكن يكون مخفي فبتشوفه بالأمر دايركتوري سلاش اي أو سويتش اي. تقدر تدخل على بارتيشن الريكفري بالطريقة دي، بكتب ديسك بارت وبعدها ليست فوليوم، هيظهر لي التقسيمات، هعرف رقم تقسيم استعادة الويندوز رقم واحد، بعدها بكتب سيلكت فوليوم واحد بتبديل الرقم بالمناسب ليك، وبعين ليه حرف عشان أقدر أستخدمه بالأمر ده، وبكتب exit وبدخل على التقسيم، وبكتب الأمر ده عشان أبحث عن ملف Windows RE.WIM. أنا الملف عندي موجود في المسارين C Recovery Windows RE وموجود داخل Partitional Recovery. لو مش موجود في أي مكان ومش عندك نسخة احتياطية منه، ممكن تعرف إزاي تحصل على إصدار مناسب ليك من الملف. دوس على العلامة فوق الفيديو وشوف الفيديو الخاص بالجزء ده وارجع كمل. بنسخ ملف winre.wim بالأمر ده، بكتب xcopy، لو الملف مخفي بستخدم switch h، بعدها المسار اللي موجود فيه، وبعدها المسار c windows system 32 recovery. مثلا أنا عندي موجود مخفي في المسار c recovery windows re. لو موجود بالفعل على الفولدر system 32 recovery، ممكن تعدي الخطوة دي. بعدها بدخل على ديسك بارت تاني، وبعد ما بعمل سيلكت على فوليوم ريكفري بعمل له فورمات بالامر ده. لو كتب لك ان التقسيم مستخدم، اكتب override في الامر، بعدها بكتب assign letter r لو مش متعين ليه حرف، وبعدها exit، وبنسخ ملف winre.wim من فولدر سيستم 32 لتقسيم استعادة الويندوز. لو الملف مخفي بستخدم switch h في الأمر.
بعدها بحذف محتويات فولدر سي ريكفري ويندوز ار اي كالتالي، بدخل على بارت سي وبروح على مسار فولدر ريكفري ويندوز ار اي وبكتب الامر ده، وبروح على مسار سي ويندوز سيستم 32 ريكفري وبغير اسم الملف ريكفري ايجنت دوت اكس ام ال لريكفري ايجنت دوت اكس ام ال دوت اولد بالامر ده. الخطوة اللي بعدها بكتب الأمر ده بتبديل الأحرف بالمناسب ليك عشان أعمل ريجستر لمسار ملف winre.wim. آخر حاجة هرجع تقسيم استعادة الويندوز مخفي تاني، بدخل على ديسك بارت وبعمل سيلكت على التقسيم وبكتب الأوامر دي. وبعدها بعمل نفس الخطوات، بكتب الأمر recovery agent c/info، لو windows recovery disabled بكتب bcd/edit/v وانسخ الايدنتيفاير لويندوز بوت لودر، وبعدها بكتب الأمر ده بتبديل الاي دي باللي انت نسخته وهيظهر لك operation successful. وبعدها ممكن تكتب /info عشان تتأكد تاني. لو لقيت windows recovery enabled تقدر تبدأ تشغيل الجهاز على recovery وتجرب، لو لقيته لسه disabled بعد ما كتب لك operation successful عيد تشغيل الجهاز وهتلاقيه enabled بإذن الله، وبعدها تقدر تستخدم recovery environment لإصلاح الويندوز من أي أخطاء. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون المحتوى مفيد. لو استفدت ما تنساش تفيد غيرك واعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. شكرا ليك والسلام عليكم ورحمة الله.